السلام عليكم الاخوه الاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما ووليداتكم وكاملين. يا ربي يوفق الجميع وشكرا لكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. اليوم غنقدم معكم واحد الطورطه ديال الروز، كيديروها هنا معتمده هنا في ايطاليا، وكل بلاصه كيديروها. كاين الطورطه تاع جينوفا كيسموها الطورطه جينوفيزي، وكاين طورطه بولونيا كيسموها الطورطه بولينيزي. المهم على حسب المناطق هنا كيديروها بزاف هاد طورطه الرز. وانا لا غوسيت كليتها عند واحد الشيف رجل، وتحيه الجميع الرجال اللي كيطيبوا كيدخلوا للكوزينه، تحيه لهم بزاف بزاف من هذا المنبر. العيالات راه معهوده لهم الكوزينه، راه ديما المطبخ ساكنين فيه، ولكن انا كنحيي تاع الرجال اللي كيدخلوا للمطبخ مع عيالاتهم. ما علينا، هاد لاغوسات عطا ليا واحد الشيف ايطالي وقلت نشاركها مع البنات، تجي زوينه زوينه بزاف. اول حاجه بلا انا باش ما نطولش عليكم، غنحتاجوا 350 غرام ديال الرز. 350 غرام ديال الرز شديتو خليناه كنخلوه بالنشا ديالو، ماشي كننقعوه في الماء ولا شي حاجه، كنغسلوه وكنديروه يتسلق. ملي كيتسلق نفس السلقه في الماء وشويه الملح، كنكملوا ليه الطياب ديالو في الحليب، كنبداو نضيفوا عليه الحليب بشوي بشوي حتى كيطيب. هذه هي المرحله الاولى، وهاني طيبته وصيبته وخليته يبرد. المقادير الاخرين اللي غادي نحتاجو هما كالتالي. المهم عندنا اربعه البيضات، حيد درنا البيض بوحدو والصفر بوحدو، اربع بيضات كل واحد بوحدو. شويه القرفه على حسب اللي كيبغي القرفه يديرها، اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش، ماشي ضروريه. عندنا باكيه تاع الفانيليا، ماشي الخماره، فانيليا. عندنا 150 غرام سكر. انا تطلبوا لي احنا في المغرب كنقولوا الكاس العنبه، يعني كاس العنبه يكون عامر مزيان. هانتوما كي كتشوفوا راه عمرته مزيان حتى الفوق، باش ما خفتو لا يتفق ليا، باش نعطيكم العبار مضبوط. المهم هي 150 غرام، وعندنا 100 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ تقريبا. انا درت المعالقه باش نقول لكم، ثلاثه المعالق كبار تاع الزبده بحراره المطبخ. صافي، هادو هما المقادير، وغادي نبداو على بركه الله. الروز راه خليناه تيبرد، وغادي نبداو نحضرو. اول حاجه غادي نحضرو هنايا، غادي نشدو البيض البيض ها هويا، وغنديرو عليه طريف ديال الملحه، واحد شويه الملحه باش نطلعوه. هكا قبيصه الملحه صافي، وغادي نطربو حتى يولي بحال الثلج ونعاودو نطلاقه. ها هو هنا انتهينا من تطرب هاد البيض البيض، شتوها هوايا، حتى هو غادي نحطوه جانبا ونكملو التصايب ديال المقادير الاخرين. هنا خدينا واحد البول اخر، فاش غنديرو غنديرو السكر، وغنديرو السكر تاع لافانيليا. المهم راه قلت لكم 150 غرام السكر، يعني كاس العنبه عامر مزيان 150 غرام. وهادو اربع صفار البيض اللي بقى لينا، القرفه اختياريه، واللي بغى يدير حتى في بلاصه القرفه يدير شويه ديال الحامض محكوك، هذا كيبقى حاجه اختياريه، حتى انا سولته على ادق التفاصيل. صافي، ونديرو الزبده هنايا، ها هي هي اللي قلت لكم 150 غرام الزبده اللي عطاتني ربعة المعالق كبار، ثلاثه المعالق كبار بحراره المطبخ. انا عبرت بالمعالق وعبرت بالغرام. صافي، غادي نخلط هاد المقادير كاملين، نقلبهم مزيان ونطلق. هنا بعد ما كملنا الخليط ديالنا كي كتشوفوا ها هوايا، غادي ناخذو دابا غادي نضيفوا ليه الرز. ها هوايا داك الرز راه برد، صافي غادي نضيفوه، نحركو مزيان. ها هو نحركو هكا كله مزيان حتى
تيتجانس لينا كاع داكشي مع الرز. عاد غادي نضيفوا ليه هذاك البيض اللي طيبنا داك البيض. هانتوما هكا راه تجي طورته هائلة. انا ما طلبت منه لا غوسيت، كليت عنده بزاف المرات وعجباتني. صافي هنا بعد ما كملنا الخلاط ديالنا غادي ناخذوا بياض البيض اللي صوبنا وغادي نبداو نضيفوه بشوي بشوي باش ما يتهرش لينا. ديما حنا كنحركو من التحت للفوق بحال هكا. هنا هو نضيفو على ثلاثة المرات، وكنا تنفضل ندير هاد المعلقة حتى تخلي النفس يدخل من في الخليط ملي كنكونو كنحركو فيه. صافي وغادي ندير الماء الباقي. صافي وغادي نكمل نفس الطريقه من التحت للفوق. هذه الطريقه راه كلشي كيعرفها، ماشي شي حاجه جديده. انا مبغيتش نقطع باش تشوفوا معايا هذه المرحله كامله. صافي بعد ما ساليت هكا الحراك ديال اسميتو ديال الطورطه ديالنا، غادي جبت هذا اللي غادي ندخلو فيه الفران ندهنوه بشويه تاع الزبده. وانا ما درتش فيه الطحين، ديروا فيه اما الزبده، انا خفت لا يلصق ليا، ما درتش الطحين. الا درت الخبز محمص كي تيدير هو، انا درت لكم نفس الشيء كما كيدير هذاك الشاف اللي عطاها ليا. ها هو داك الخبز المحمص، درت الزبده ودرت الخبز المحمص فيها. صافي وغادي نخوي الطورطه ديالنا في ستامبو ونطلقها. صافي هنا غادي نخوي الطورطه ديالنا كي كتشوفوا ها هي. صافي وغادي ندخلو على الفران. الفران ما مسخنش قبل، غادي ندخل هذا بالفران. شعلتو قبل ما نخويها هنايا، يعني بثلاثة دقائق قبل ما ندخلها الفران شعلتو، وغادي نديروها في الفران ونقصو عليها. راه كلشي طرا، الرز طيب، غير هذوك المقاطير جانسو كتبان لينا تحمرات ونطفيو عليها ونطلقها. ها هي الطورطه ديالنا بعد ما وجدات هنا. قبل ما هنا راه خليتها حتى بردات، عاد حطيتها ملي كنطفو عليها الفران كنخليها في الفران حتى تبرد مزيان وما نقيسوهاش، حيت الا قصتوها بصبعكم ولا بشي حاجه غادي تهبط. طفيو عليها الفران ملي تبان لكم تحمرات، غادي تطفيو عليها الفران وتخلوها حتى تبرد. انا راه خليتها واحد 3 سوايع حتى بردات، عاد دورت هذا الجناب ديال اسميتو ديال المول. الا كان شي بلاصه باقا لاصقه بالموس وغادي نحلها معاكم هالشكل ديالها. شتوها كي تجي هكا. صافي وهاد الطورطه ديالنا واجده، غنقطع معاكم طريف باش تشوفوها كي جات. وهاديك الساعه غادي تشوفوا القوام ديالها كي دايره من الداخل. اللي بغى يقدمها مع شويه العسل يقدمها، اللي بغى ياكلها هكاك راه ياكلها هكاك. راه كتجي طورطة زوينة كتستحق التجربة، خصوصا الناس اللي عزيز عليهم الأرز. ها هو يا أنا الطورطة ديالنا، هاني زوقتها بشوية ديال كاوكاو، واللي بغى يزوقها باللوز ولا اللي بغى يزوقها، ودرت لها السكر الناعم من فوق. واللي بغى يزوقها بأي حاجة، حين تيبقى لكم اختيار اللي بغى كيما بغيتو ديرو ليها غادي ديرو ليها.
المهم عرفتوا الروز كيتواتى مع اللوز ومع كاوكاو ومع داكشي غادي تجي زوينه. المهم نصيحه اللي غادي يديرها اول مره، ديروا ورق الزبده في هذاك الاسميتو، ديروا ورق الزبده من التحت ومن الجناب باش ما تخسرش ليكم، راه كتجي هائله وزوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا راه نسيت ما وريتكمش معكم التزويق وقطعت داك الطرف ملي جيت نشوف لقيت الكاميرا ما كتصورش، ولكن معليش دابا غادي نقطع هذاك الطرف اللي قطعت معكم، ها هو يا غادي نوريه لكم تشوفوا كي تيجي. هانتوما هو الطرف اللي قطعت، هانتوما غادي نهزوه شو الشكل ديالها، تجي روعه روعه روعه، ما نقولش لكم تجي شي حاجه تستحق التجربه، واخا شويه غادي تكون اول مره غتجيكم صعيبه شويه، ولكن راه شي حاجه كتستحق التجربه. ها نتوما شوفوا شتو الشكل ديالها كي داير، وهنا اللي بغى ياكلها كما هكا بلا ما يضيف لها والو يضيف، ولو كاين اللي بحال هكا اللي بغى يزيد ليها شويه ديال العسل هكا، راه شي حاجه مفيده وزوينه خصوصا الناس اللي كيعجبهم الروز. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في اكله قادمه ولا في جوله قادمه. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف.